صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم ثلاثة لسنة 2021 بتعيين مدير في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جاء فيه المادة الأولى يعين السيد أحمد خليل إبراهيم خيري مديرا لإدارة شؤون وأموال القاصرين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف